معي على الهاتف الأستاذة إيزيس محمود وهي مدير إدارة التدريب بالمجلس القومي للمرأة. أهلا مساء الخير وسهلا. يا أستاذ، زي حضرتك؟ أنا تمام الحمد لله. يا رب دايما، وأنا معتقد أن المرأة كمان النهاردة كلها تمام. جدا جدا، يعني زي ما حضرتك قلت في بداية البرنامج أنه لو كان عندنا يوم عالمي للمرأة ويوم وطني للمرأة، عندنا أيضا يوم 12 ديسمبر يوم للمرأة المصرية. الحقيقة عايزة أشير أنه الكلام اللي جه على لسان سيادة الرئيس كان الكلام بيطلع من قلب مواطن مصري. صحيح. المواطن المصري المقدر فعلا حجم الجدية والمسؤولية اللي أظهرتها المرأة المصرية مش في 30/6 ولكن في كل المواقف العامة اللي مر بيها الوطن خلال الفترة من 30/6 لغاية النهاردة. وكان عند سيادة الرئيس ثلاث نقاط مهمة جدا أحب إن احنا يعني نأكد عليهم. تفضلي. وقوف المرأة المصرية مع الوطن المصري والحفاظ على هوية المصرية في الهوية المصرية في 30/6 من إحساسها الداخلي بأنه فعلا الوطن كان مختطف في هذه الفترة، وإنها محتاجة إنها تعيد الثقة بنفسها وبمواطنين الآخرين، لأن وجودها في الميدان ما كانش باستدعاء رسمي أو غيره زي ما سيادة الرئيس ما قال، هي استدعت نفسها للخروج في المجتمع. النقطة المهمة الثانية الإشارة للدور اللي قامت بيه المرأة المصرية في الإصلاح الاقتصادي. وافتكر انه احنا في المجلس القومي للمرأة في خلال هذه الفترة كنا بنقوم بحملة لطرق الأبواب للسيدات، وكان هدف الحملة ان احنا نوعي السيدات بايه هو اللي بيحصل في المجتمع، ايه الحاجات القرارات الاقتصادية اللي طلعت، تداعياتها شكلها ايه، الدولة نفسها بتقدم ايه علشان تخفف عبء الآثار الاقتصادية اللي بتقوم على المواطن المصري في حياته اليومية وأعبائه الاقتصادية. الحقيقة كنا بنواجه بنقابل صبر جديد جدا جدا من المرأة المصرية. افتكر انه يومها احنا غيرنا اسم الحملة من سندي بلدك فقط، سميناها سندي بلدك الخير جايلك، والخير جايلك دي كانت عبارة يعني سمعناها كتير من السيدات المصريات خلال هذه الفترة. الملاحظة الثالثة اللي كانت في كلمة الرئيس هو ما يتعلق ب دور المرأة المصرية في الحفاظ على الأمن والسلام في القارة الإفريقية تحديدا. ما قاله الرئيس هو رسالة أنه يقدم النموذج المصري للمرأة المصرية للقارة الإفريقية وللعالم كله صبرها وتضحياتها ليقتدي بيها كل الدول الأفريقية. ده نموذج فعلا مشرف. تمام. فعلا قائد في المنطقة، وهو أشار بكده وقال يا ريت كل الدول تتعلم من ما قامت به المرأة. صحيح. المصرية. صحيح. بصي بقى يا أستاذة عزيز، دلوقتي أنتوا كمجلس طبعا مع الستات مع المرأة طبعا، وفي مطالباتهم وفي وقفتهم وفي مناشدتهم بالحفاظ على الحقوق خصوصا فيما يتعلق بموضوع النفقه والحضانه وما الى كذلك. وحضرتك شفتي الفيديو اللي انا ذاعته من شويه ليا من شهر، فانا معاكم في القصه دي. تمام. والنهارده سياده الرئيس الحمد لله اهو مع المراه المصريه ومعانا في هذا المعسكر بالموقف المحترم الشجاع اللي عمله النهارده. معنى كده انه حضراتكم لا تتنازلوا عن ان احنا نضمن حق المراه 100% قبل إقرار والتصديق على أي قانون جديد. شوف يا فندم، لما طلبت المرأة المصرية للمجلس القومي للمرأة أنه يساند مطالبها، هي عارفة أنه هناك حصن لها في كل الطلبات، وفعلا المجلس القومي للمرأة بيساند كل المطالبات اللي كانت في الوقفة اللي أشار إليها سيادة الرئيس من عدة أسابيع مضت. وإحنا بنتواصل مع كل المؤسسات فيما يتعلق بقانون الأسرة والمطالبات. خدي بالك يا أستاذة عزيز، نقطة أنا آسف للمقاطعة، في نقطة في نقطة مهمة، إنه فيما يتعلق بالاحوال وهيتقال لك انه الرجل تعثر كذا وعند اثبات كذا، حتى سياده النائب دلوقتي قال انه عند التهرب او الممانعه انا مش عارف هحبس كذا. انا ما يعنينيش فكره ان انا اعمل ايه مع الراجل اللي بيعمل كذا، انا يعنيني ان الحق يصل، مش هو ده الهدف؟ بالظبط كده. فانا هدفي انه ان شاء الله يتكتب كده الست المطلقه تحصل على نفقاتها فول ستوب،
ما يعنيش بقى اللي بعديه. مظبوط يا فندم. هو ده اللي عايزين نوصله. انا بس عايزه اشير لكلمه مهمه جدا قالها ايضا سياده الرئيس فيما يتعلق بقانون الاسره وقوانين الاحوال الشخصيه عندما تحدث عن فكره توازن العلاقه داخل الاسره، توازن المسؤوليات والواجبات والحقوق ما بين الافراد. هو ده اللي بيسعى لي اي قانون في الدنيا، مش تمام. بس قانون الاسره. تمام. واحنا بنطالب انه عندما تعرض المقترحات لمجلس، يعني لما الدوله نفسها او الحكومه نفسها تقدم المقترح بتاعها لمجلس النواب، اكيد هيكون المجلس القومي للمراه بحكم الدستور وبحكم قانون انشائه هيكون واحد من المؤسسات الشريكه في صناعه هذا القانون. وبالتالي احنا بنحاول على قد ما نقدر انه نوصل صوت المرأة المصرية لكل المؤسسات وعلى رأسها البرلمان المصري اللي هيقر القانون، وتصور انه خلال هذه الفترة ايضا هيكون هناك حوار مجتمعي، هيكون احد تمام. اطراف هذا الحوار هو المجلس القومي للمرأة. يوصلوا للسقف يا دكتورة كتفه. اكيد يا فندم. يوصلوا للسقف. احنا بيشيل على عاتقه كل مطالب المرأة المصرية في كل القوانين وليس تمام. فقط في قانون الاسرة والاحوال الشخصية. وصلت. وبشكرك شكرا جزيلا دكتورة إيزيس محمود، مدير التدريب بمجلس القومي للمرأة.